السلام عليكم خوتي، معكم خليل عاوتاني فيديو جديد. كما العاده كنتم دوزوا النهار. اليوم غادي يكون واحد النهار شويه مبدل، غادي ندير شويه ديال لونطريمو شويه بالدار، وغادي نطيب واحد باستا. اليوم متوحش باستا، غادي نطيب لكم باستا معايا. وشكرا بزاف على الفيديو اللي قبل، التفاعل ديالكم، شكرا بزاف على السبسكرايب. وتنتمنى عاوتاني هذا الفيديو هذا يعجبكم، ليو شويه ديال سبسكرايب. انا شويه غادي نخرج نمشي نتقدى شويه ديال الدجاج، حيت قاد عليا الدجاج بالزربه. غادي نهبط وغادي نحاول ندير لكم شي فيديو برا عاوتاني، ولكن ما نمشيش للسوبر ماركت، نمشي للسوبر ماركت اخر ندير لكم فيديو اخر عاوتاني، تشوفوا برا عاوتاني كي دايرين. تنتمنى عاوتاني الفيديو يعجبكم، وما تنساوش سبسكرايب، وخلي خوكم راه معكم ديما ان شاء الله. دوزوا مهم، دوزوا النهار ديال بغيت. المهم الدنيا عاوتاني باقا خاويه، حنايا غاديين على الله، نمشيو نتقداو شنو بغينا ديك الساعه نرجعو. يلا عاوتاني تسناو. هذا هو الماركت، هذا المول، حتى هو ساد دينا. نمشيو ندخلو من الباب الاخر السوبر ماركت. يلا تبقاو معايا النهار كامل اليوم، ندوز النهار كاملين. خوتي سالينا من السوبر ماركت، راجعين بحالنا للدار. تقدينا نمشيو تاني نوجدو الباستا ديالنا. السوبر ماركت لقيتو عامر، كان عامر شوية. يلا كنت باغي نبدا نصور، واحد قال لي ما تصورش. وهي ماشي مشكل، المرة الجاية بديت سالي هادشي هذا. وما فين ساكن انايا، هاد الباطيمة اللي ورايا. المهم خرجتكم معايا شويه اليوم، وما تنساوش ديما فاش تخرجوا الدراري خوتي الكلافس في يديكم، اهم حاجه، حيت تقدر تقيس اي حاجه فهمتي، ما عرفتي شنو كاين. يلا السلام عليكم خوتي، انا رجعت عاوتاني. يلا وصلنا للدار دابا، خصنا يديناتنا، خصنا وجهنا، كلشي مزيان. واحد الحاجه عجبتني برا ملي كنت في السوبر ماركت، عرفتي ترولي تيعقمو مزيان، البلاستيك اللي تيعطيوك فيها المسائل ديالك تاهي معقمه يديك. ان فوا تدخل تلقى عاطين كلافز متر ولا جوج متر بينك وبين الواحد، ناس منظمين، ناس فهمتي عارفين شنو تيديروا. المخزن انت هما لقيت البوليس لداخل، يعني البوليس لقيت الناس ديال لومبيلونس هما لداخل، يعني حاضين كلشي، حاضين شنو كاين. وخا كان الدنيا عامره مي كلشي مراقبين وكلشي حاضين. المهم ما تنساوش راه باقي نطيب لكم باستا. يلا تسناوني دابا شويه غادي تكون معكم. يلا
Hi guys, how are you? I hope everyone okay. Like what I said today, I'm gonna cook pasta with chicken, but I changed my mind when I go to supermarkets. I'm gonna cook it with seafood. Okay guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Thank you so much. Bye bye. See you from the next video. Bye bye.